قال هيك حيصير في الأخير. الجزاء من جنس العمل. أنت لديك تشوف إلى استعباد الناس، ستصير إلى دورة وإلى زمن تستعبد فيه. والله العظيم أقول لهذه الأخت التي تدعو، وبارك الله فيها على اجتهادها، وهي ليس من أهل الاجتهاد على كل حال، هي من أهل الجراءة بالاجتهاد على كل حال، وفقها الله. أقول لهذه الأخت ولأمثالها، هناك شيوخ في مصر وغير مصر محاضرات عن الرق وحل أزمة الأمة بالرق، شيء لا يصدق. أزمة الأمة الجنسية والاجتماعية والاقتصادية، اقتصادية بالرق عن طريق الجهاد والقتال وأخذ الناس. مش عارف في أي عصر بعيش هذولا. وإيش القنابل اللي عندنا إحنا ما شاء الله، يعني ناس عندهم قنابل ذرية هيدروجينية، عندنا قنابل حجرية، إحنا قنابل فيربال صوتية تتفرقع على المنابر في اليوتيوب الآن. حالة استهبال للأمة، صارت إلى حالة استهبال وخبال، أسأل الله أن ينقذها منها والله العظيم يا أخي. وأن ترى الواقع بعينين بصيرتين يقظتين. محاضرات حل أزمات الأمة على كل حال. أيها الإخوة، أقول لهذا الأخت ولأمثال هؤلاء المشايخ، وهم قلة بفضل الله، هم قلة ليسوا كثرة، أقول لهم ألا تخشون يوما قريبا، ونحن في الحقيقة الأقرب إليه من بين الأمم، والله الذي لا إله إلا هو، أضعف الأمم دفاعا عن نفسها وأقلها عتادا هذه الأمة المسكينة، وهي تتنطع منها من يتنطع الحروب وتهديد العالمين بالاسترقاق والاستعباد. يا أخي الهبل هذا. أقول لهم أما تخشون أن تنقلب وتدور الدائرة الوهمية هذه عليكم وتؤخذ بناتكم وأمهاتكم وأخواتكم سبايا من بعد حرية، وأن تفعل بهن الأفاعيل؟ ما هذا التفكير يا أخي؟ دين علمنا أن نرضى للناس ما نرضاه لأنفسنا، وأن نحب للآخرين ما نحب إيه لأنفسنا، وهو رحمة للعالمين. هذا الدين رحمة يا أخي، ليس نخمة وليس جحمة، هذا الدين رحمة. فقال إنكم يا معشر قريش، غضب النبي، لا تنتهون حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا، إنهم عتقاء الله عز وجل. هكذا تمم النبي، قطع جهيزة كل خطيب، قال إنهم عتقاء الله، أنا نبي الحرية، قال عتقاء هؤلاء انتهوا. ومن أجل هذا غضب صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، غضب غضبا حقيقيا